أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. في لبنان اليوم الحركة السياسية مركزة على ثلاثة أمور: متابعة مشروع موازنة 2018 عبر اللجنة الوزارية برئاسة الرئيس الحريري من أجل بلورة التصور النهائي للمشروع، وهو يستلزم اجتماعات عدة متتالية للجنة وستجتمع في الثانية من بعد ظهر اليوم. وزير المالية علي حسن خليل بعد اجتماع أمس رأى أننا ما زلنا في البداية ولم ندخل بعد في الأرقام ودق ناقوس الخطر الاقتصادي. الأمر الثاني حق لبنان في حدوده الجنوبية البرية والبحرية والثروة النفطية الغازية، وقد كان محور اجتماع ثلاثي مصغر في الناقورة قبل ظهر اليوم، كما يستمر محور محادثات مكوكية للدبلوماسي الأمريكي ساترفيلد الذي كان قد عاد من تل أبيب حاملا اقتراحات جديدة إلى لبنان، الذي يتمسك مسؤولوه بموقف واحد وهو كل شبر تراب من حدودنا ندافع عنه وكامل الثروة البحرية الغازية. جديد المواقف في هذا الشأن أكده اليوم من يريفان رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بعد لقائه نظيره الأرميني سيرج ساركيسيان. من هنا فالاهتمام الثالث هو عابر الحدود، يتمثل بزيارة الرئيس عون لأرمينيا بعد العراق. في الجوار وتحديدا في سوريا قتلى وجرحى بالمئات في الغوطة الشرقية قرب دمشق، وقد طلبت روسيا حياديا انعقاد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم، فيما وضعت روسيا أمس فيتو على مشروع قرار يمنع إيران من التسليح في اليمن. معنا مباشرة رئيس مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية محمد شاهين، وهو نائب رئيس الجامعة الثقافية اللبنانية في العالم. أهلا وسهلا فيك أستاذ شاهين. يعطيك العافية. أهلا فيك. يعني إذا بنحب نبلش من الموضوع الحياتي والاجتماعي للناس، اللي هو أنه تأمين سلسلة، هلأ الرئيس حريري مجتمع مع لجنة سلسلة الرتب والرواتب وبعدها مع لجنة الموازنة، هل كان تأثير لسلسلة الرتب والرواتب على هالضيقة بالموازنة وموضوع عصر النفقات؟ الواقع أنه لما بدنا نبحث قضايا اجتماعية واقتصادية ما بناخد حدث ونبني عليه. نحن وصلنا لهون إلى مرحلة أنه منلاقي حسب ما كان يحصل فيما يتعلق في حقوق العاملين المساكين، كنا دائما نواجه أنه أضربوا لنحس أنه لازم نطلع في نعطيهم حقهم، وقبل ما يوصل حقهم بيكون ارتفعت الأسعار والمساكين وبيخلقهم ترتفع الأسعار. هلأ ارتفعت 4 مرات أو 5 مرات قبل ما يعطوا السلسلة. معك حق، على قليل 5 مرات. أيوة. نعم. أيوة. لذلك لأنه الرؤية غلط، كيف تعالج هكذا مشكلة بهالطريقة هذه غلط، وهذه كانت متكررة من الماضي إلى الحاضر. من 20 سنة أم من أكثر؟ اللي بدك ما بتفرق، ولكن المهم أن تقف عند حد من بعد ما يصير في دراسة حديثة عصرية يحلوا مشكلة العمالة في لبنان. طب مشكلة العمالة أو العمال ما هي شق من المشكلة الاقتصادية؟ يعني إذا من قبل ما نخلق نحن من بعثة إرفد لهلأ ما لقوا نمط معين أو كادر معين يتحرك فيه الاقتصاد بلبنان؟ حتما القضية بتتفاقم وبتزيد سنة بعد سنة وعصر بعد عصر، لأنه من الأساس لم يكن هناك دراسة صحيحة لتطوير الاقتصاد اللبناني وإيجاد فرص العمل. بتلاقي كتير ناس سياسيين وغير سياسيين بيطلعوا بيحكوا على التلفزيونات وغيره بزيادة فرص العمل، ولكن ما حدا قال كيف. يا أخي، زيادة فرص العمل أنك توجد للعامل حلول. اليوم اللي بدي يشتغل من القرى المحيطة في العاصمة أو المدن الرئيسية في لبنان، الرياف، ما في خدمات، ما في مراكز خدمات. لا شو اللي بصير؟ مضطر يترك بيته وينزل ويترك عائلته وينزل على إحدى المدن أو يسافر لبرا. هيدا السفر لبرا يمكن يكون محظوظ، محظوظ يسافر لبرا، وإذا منه محظوظ مسكين يعاني. نعم. هلا هيدا اللي عم ينزل من يترك بيته وينزل على مدينة وعم يحددوا له إياها $1,000 أقل من $1,000 اللي بدك إياه، حتى لو زادوا له إياها بنرجع نفس الشيء، زادت قيمة القيمة الشرائية وزادت التكلفة المعيشية. طيب إذا حسبنا اللي ما بدي أقول أنا 700 و800، بدي أقول $1,000. نعم. هاللي عم ياخد $1,000 شو عم يكلف الدولة؟
عم يكلف الدولة محروقات تيجي من منطقته لمكان عمله. نعم. وعم يكلف الدولة كمان سوء تربية الجيل الجديد، لأنه هيدا عم يترك عائلته. هلأ لو كانت الدولة عندها رؤية صحيحة لحل هالمشكلة، لكانت أوجدت فرص عمل في المناطق في القرى، حتى هاللي بده يشتغل يشتغل في قريته ويوفر على الدولة محروقات. هنا عم تحكي برؤية راقية، بثقافة راقية. نحن اليوم يعني مع احترامنا للجميع، نص المسؤولين إذا بطلوا مسؤولين شو بيشتغلوا؟ ما عندهم شغل. اليوم إذا بدك تيجي تعلمه، يعني بدك تبلش من الأخلاق، من المدرسة والبيت. بس خليني أعطيك أنا تجربنا نحن في الخارج. نعم. أوكي. هلا أديك، ولما بيجي من القرى من قريته لهون بده مصروف لحاله. نعم. وبده يعني زيادات قد تستجد، أصبح في بيتين أو عائلتين. بينما لو أتحنا له الفرصة أنه يعمل في قريته، منكون وفرنا على الدولة بكفي مصاريف المحروقات اللي عم تدفعها بالدولار، ونحن نعاني وعجلة السير والأعصاب، نعاني الآن من نقص الدولار. أوكي. طيب هيدي كيف تنحل؟ تنحل، كل الدول حلوها. الحل مش بزيادة الاستيراد، إن لم أنت يجب أن تختار، الدولة يجب أن تختار أن يكون لبنان إما بلد منتج أو بلد مستهلك. إذا حيبقى بلد مستهلك لن تقوم لنا قائمة، نحكي صراحة. طيب إذا كل ماله بتزيد المشكلة مشاكل. طيب اليوم إذا هاي الرؤية اللي عم تحكي عنها رح تكون بمحلها، هيدي بتخفف الزبائنية السياسية، والطبقة السياسية لا ترغب في تخفيف الزبائنية السياسية، لأنه عايشة على الزبائنية السياسية. الطبقة السياسية عندها ما لا يحمد اشياء كثيرة ما حتوقف هون. نحن الآن بدي أعطي رؤية واضحة كيف تحل هذه المشكلة. نعم. تحل هذه المشكلة بتحويل لبنان، اقتصاد لبنان إلى اقتصاد انتاجي بدل ما هيك يكون هيك بيقول فخامة الرئيس عماد ميشيل عون. ولكن يجب أن يكون عنده من المستشارين الواعيين يعرفوا كيف تطبيقها. وإذا بدهم، وهي صارت يعني كتير واضحة. شوف ناخد مثل تركيا. أنا بتذكر، يعني ما بدي أحكي عن تركيا، ولكن كيف بنت اقتصادها تركيا؟ بنت اقتصادها على مساعدة المنتج بمصاريف. يعني لما كان يصدر المصنع التركي بسكويت، أي شيء صدره للخارج، على كل ألف دولار أو كل مئة دولار يأخذ 20 دولار مساعدة من الحكومة له، حتى يشجعوا الاقتصاد التصدير تبعه. هلأ يا ترى الدولة بتخسر لما تعمل هيك؟ طيب كيف باقي الدول نمت حالها؟ الصين كيف نمت؟ الصين نمت على هلا، ما زال المصانع الصينية بتاخد معونات للتصدير تبعها. في دعم للمصنع، في دعم. نعم، في حتى دعم يكون القطاع الاقتصادي انتاجي وتشجيع الصناعة. عندنا هون منلاقي كل شيء بالقلب وكأنه هن يحاربوا هالشي، ما بدهم اياه يصير. نتيجة زيادة الجمارك، زيادة الضرائب. طيب يا أخي، مصنع بده يقيم كل ما بيعدت المنطقة، يجب تعطيه تسهيلات، منها تخفيض الضرائب، منها تخفيض المحروقات، تخفيض منها الطاقة، كهرباء، المحروقات، منها إتاحة أنه المواد الأساسية بشكل من الأشكال تعفى من الجمارك. أستاذ محمد شاهين، نحن شفنا الوزير حسين الحاج حسن حكي بهالمفهوم اللي حكيت عنه، خصوصا عن الصناعة، أنه يعني أول شيء نعمل منطقة صناعية، وإذا ما عملنا ندعم هالمعمل أو هالمصنع من ناحية الطاقة الكهربائية، ندعم الصناعة اللبنانية حتى تقدر تنافس الاستهلاك الخارجي، الاستيراد من الخارج. طيب اليوم هاي الأصوات، مثل هاي الأصوات عم تروح يعني مثل صدى بالوادي يعني، ولا ما قال؟ لا مزبوط، ولكن كمان في بدنا نبحث نحن بالنفسيات والأفكار والمنطلقات الوطنية من
من الدولة ومن أفراد الشعب. اليوم لما أنت بدك تعمل مناطق صناعية يجب الدولة أن تسعر هذه المنطقة، ولا إلا بمجرد ما تشير لأنه حق الأرض وحق ثمن، بمجرد ما تشير أنه هالمنطقة هون تصير صناعية بيقلب أسعاره مضاعفة. لذلك على الدولة أن تتحمل هالمسؤولية هذه وتوجد خطط، وهالخطة بدها وزارة التخطيط. طيب وزارة التخطيط بتقلك بدي أعمل نقل مشترك، هيدا بخفف جزء من العجل السير. بدي أعمل دعم للصناعة ودعم للزراعة. اليوم وين المؤسسات بمال وهي الأفكار بمال آخر؟ يعني وزارة التخطيط ما بيعملوها، صار له 40 سنة بيطالبوا فيها وما بيعملوها. ما هيدا من أخطاء الدولة، لأنه صار كل وزارة صار يملكها وزيرها أو ينفرد ب ب ب ب هنيجي للطوائف وأمراضها. هلأ يعني من حسنات مؤتمر الطائف ودستور الطائف، في هناك استغل إلى أخذوا الحسنات وحولوها لسيئات، حتى اللامركزية الإدارية ما عم يعملوها، وهيدي شيء في أهم منها. هلأ في أهم منها، بس خليني أنهي موضوع الصناعة. موضوع أن يكون لبنان بلد منتج وليس بلد مستهلك بكفي. هلأ واللبناني عنده الإمكانيات التقنية، إن كانت في الزراعة وإن كانت في الصناعة تفوق غيره. أنا عملت دراسة من مدة كم سنة للسي ام بي سي، وضحت أنه الصناعة في لبنان أقل تكلفة من أي صناعة أخرى فيما يتعلق بدول الخليج. إذا عملوها مزبوط مش عم بتنافس، ولكن بدك مين يتابع؟ الدولة يجب أن تكون سيدة المراقبة والتابع، مش تقاتل للمنتج. يعني يا أخي دع العامل يلبس نفسه. هالشيء اللي عم يجي بالكونتينرات، وهالشيء يعني أنت قادر تجيب 10 كونتينرات وثلاث أشخاص بيبيعوا لك إياهم بشهرين أو ثلاثة، بينما إذا بدك تصنع 10 كونتينرات بدك 100 إنسان ليصنعهم، معناتها أنت فتحت فرص عمل ل 100 إنسان. وهكذا دولك. مين قال لك يا أخي أنه بنطلون الجينز بالصين أحسن من صناعته بلبنان؟ لا، بكلف أكثر أقل ما يكلفه في لبنان، بس أعطيه نفس التسهيلات اللي عم يأخذها المنتج الصيني، على الأقل نصها. يعني نصها. طيب اليوم الموازنة، هل يمكن أن تدخل الدولة اللبنانية إلى مواجهة الفساد عبر الموازنة؟ يعني تكون الموازنة هي زاوية من الزوايا اللي بيقدروا يفوتوا فيها على الفساد؟ ما هي الموازنة وصلت لهون نتيجة تلاعب الفساد. هذا التضخم. إيه تلاعب الفساد. أوصلنا إنه كذا سنة. طيب ما بدك تبلش من مطرح. بدك تبلش بمطرح مش هون. الفساد لا يعالج من خلال الميزانيات. الفساد يعالج من خطة رشيدة، عادلة، رقبية. نعم، بعيدة عن الشخصانيات وبعيدة عن الطائفة. البلاء الطائفي اللي نحن مبتلين فيه، وأصبحنا للأسف عنا بلاء مذهبي، زادت الطين بلي. نعم. هل لبنان يستقيم أو يصلح له أمر إذا بقي تطبيق الأنظمة على ما هو عليه؟ أنا ما بدي أقول النظام، نحن النظام نفتخر فيه لأنه نظام ديمقراطي ونفتخر فيه، ولكن الممارسة تطبيق القانون. أيوة، ممارسة هالنظام من قبل المتسلطين أو من قبل، ما بدي أسيء بالتعبير، نتيجة تسلط من له شأن في القرارات. اوكي، عم يشكل اخطار كثيره على انه بيحكي عن هدر وعن افلام ومدري شو هذا وقصص وقضايا، كيف بيشفطوا المصاري طب اليوم رح ينوضع حد نقطه على السطر لهالمواضيع. كل هالشيء هيدا يبدا من اصلاح البرلمان، قاعده التشريع في لبنان. يعني قاعده التشريع في لبنان هي مجلس النواب. عندما لا يكون
في مجلس النواب، مجلس النواب لا يأتي عن طريق قوانين انتخابية عادلة، فمعناتها نسير من سيء إلى أسوأ. الطائفية جرثومة فتكت في الجسم اللبناني، في المواطنية اللبنانية، وأفقدتها رونق الوطني. إيه بس أستاذ محمد شاهين، فيك يعني افترض أنه هو نظام طوائفي، ما كل طائفة عندها وجه صحارة، إذا مع احترامنا للكل يعني فيهم يعني الطوائف تاخد حصتها من الناس الكافوين اللي عم تحكي عنه. لا يعني كل طائفة فيها ناس خير. ما اختلفنا، بس انت تغطية، يعني فكرة تغطية على انت بكلامك هيدا عم تكرس مخالفة الدستور اللبناني، لأنك لما تنتخب النايب عن طريق المذهب أو الطائفة انت جاي يمثل مذهبه أو طائفته، وإنما الدستور اللبناني يقول النائب يمثل الأمة اللبنانية. طب شو رأيك بقانون الانتخاب هلأ؟ ما ما للأسف من أنا بنظري أوكي، يعني ما بدي أقول من أسوأ ما أنا أفكر، لأنه أنا أتطلع أنه ما دائما نمشي نحن في خط الطائفية والمذهبية فنحن نسير من السيء إلى الأسوأ ونهايتها إلى الدمار. لا يمكن استقامة لبنان إلا بقانون انتخابي عادل يعدل بين جميع الطوائف، ويوصلنا ليكون النائب فعلا يمثل الأمم اللبنانية. كيف يمثل الأمم اللبنانية؟ كيف برأيك؟ عندما يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة. نعم. وهلأ بحكي عن الشوائب تبعها. نعم. عندما يكون دائرة انتخابية واحدة يصبح نائب عكار بحاجة لأبناء كسروان، وبحاجة لأبناء النبطية، وبحاجة لبيروت والبقاع وغيره، وكذلك ابن النبطية بحاجة لناخبه في كسروان وفي بيروت وفي الشمال. كيف بدك تعمل هذا؟ كيف نطبق؟ ما في قانون للأحزاب موحد وقانون للأحوال الشخصية. كفي أنا. وبذات الوقت لا مركزية. حاجي وشوف الحلول قديش أسألي لو أرادوا إنقاذ لبنان من ما هو فيه. هلا ما هو الشيء السيء لبعض الطوائف الكريمه في لبنان؟ نعم. والمهمه في لبنان ان يكون لبنان دائره انتخابيه. نعم. واحده. الشيء السيء هو ديموغرافيه، طغيان ديموغرافيه. خلينا يعني نعترف بال يعني بالشوائب، عم نحكي عن الواقع. لا. اسمح لي، كيف بدك تطمئن المسيحي، ما نحكي بعربي المشبرة، اللي هو أقل من غيره، وهو وجوده مع المكونات اللبنانية. نعم. عاملين لبنان بالعدل. نعم. بالعدل. نعم. بالعدل. نعم. بالعدل. خلينا نعترف نحن أنه البداية تبدأ أن يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة، بحيث أنه لما بيطلع نايب بيمثل الأمة اللبنانية. نعم. ما لا يمثل طائفته. ما هو الحل؟ الحل بسيط جدا. هناك شيء اسمه هيئة ناخبة. هيئة ناخبة في إلى تفاصيل، وأنا تقدمت بمشروع قانون للسادة الرؤساء من كذا سنة، ولكن الكل مدحه والكل اهتموا، ولكن ما لم يعتمد، لأنه كانت الفكرة هي تفصيل، كل واحد بده يفصل القانون على قياسه. ما شو كيف ممكن مقومة؟ لما منقول نعادل بهيئة ناخبة عدد الناخبين المسيحيين بعدد الناخبين المسلمين، كيف بتصير هيدي؟ نعم. سهلة. هلا انت عندك هالدائرة هيدي فيها نائب ماروني ونائب سني ونائب شيعي ونائب درزي. نعم. اوكي، منقول نحن للطائفة المارونية، المذهب الماروني، انتخبونا بدل هالنائب 1000 5، حسب ما يتفقوا، ما ياخدوا على كلمة انه 1000 كتير او قليل، حسب ما بدهم كمية من الممثلين عن هالمذهب في المنطقة. نعم. بعدد يتساوي مع من ينتخبه السني وينتخبه الشيعة والدروز. شو بيطلع عنا؟ بيطلع عنا إذا قلنا ناخد، مشان ما نغلط بالأرقام، 1000 بـ1000 بـ1000 بـ1000. نعم. مش هيك؟ إذا طبقنا هيدا على لبنان كله بيطلع عنا 64,000 لأطياف المسيحيين و 64,000 لأطياف الشيعة، عفوا لأطياف المسلمين. أوكي، هلا إذا جمعناهم هولي، نحن قلنا 64 بـ64. نعم. إذا جمعناهم بصيروا 128,000
إنسان ناخب منسميها الهيئة الناخبة. نعم. البد يترشح مجلس النواب يتفضل يترشح أمام هالهيئة اللي تمثل القاعدة الأساسية في لبنان. يعني دورتين. دورتين شو صار؟ في شيء شبيه منه توفيق الدكتور توفيق الهندي شبيه لقاله ماتيماتيكيا أو حسابيا. يا ريت يا ريت. نتمنى ما قبلوا فيه. ما قبلوا فيه لأنه هيدا مطلب شعبي وليس مطلب قائمين على الحكم. نعم. طيب هلأ من بعد الانتخابات اللي بدها تصير بستة أيار إذا صارت طبعا ونحن نتمنى أن تصير, شو بده يصير هلأ؟ كيف برأيك رح تطلع النتائج؟ هل رح تطلع نتائج مخيبة لإلك أم رح تكون يعني مناسبة للوضع العام؟ كيف ما كانت النتيجة فهي لا تمثل طموح الوطني. نعم. كإنسان لبناني يتطلع إلى مستقبل أولاده وأحفاده أن يعيشوا في سلام بوطن معاصر على مستوى الدول الأخرى. نعم. نحن بدنا نحمي هالأجيال من أنه كل 15 سنة 20 سنة أو كل ماتش فوتبول ما بتعرف ابنك إذا حيرجع سالم إذا صار مشكل ولا. طيب أستاذ شاهين, حضرتك بتحكي هالحكي داخل منزلك وبالأروقة العامة, برأيك كل الناس بيحكوا هيدا الحكي ذاته ببيتهم وبرات بيتهم؟ صدقني أنا قدمت المشروع للرئيس ميشيل سليمان لما كان بيسدد. نعم. الحكم, وللرئيس بري وللسادة أصحاب الدولة آخر مرة لإلين عون وسامي جميل, كل مين اطلع فيه قال هيدا ممتاز, ولكن عندهم هواجز أخرى. بالماضي كنا النادي بلبنان يقولوا هو لبنان دائرة وحدة, هيدي بدها أحزاب, نحن ما عنا أحزاب. طلعت الأحزاب, ولكن طلعت أحزاب طائفية مذهبية. يا ريت ما طائفية, مذهبية. فللأسف يعني نصير من سيء إلى. طب إذا في لجمة عالج, طب لا فيك تعمل قانون أحزاب, لا فيك تعمل, ما في أحوال شخصية. لا عفوا, ما بتعمل انتخابات نيابية. عفوا, ما فيك, بدك تعمل. عفوا, ليش في لجمة عالج؟ لأنه كل الأحزاب مذهبية مثل ما عم تحكي. ما اختلفنا, ولكن للشعب رأيه, للشعب في يوم من الأيام سيكون أنا هنا ونحن لم نقبل بعد الآن المتاجرة بأدياننا. خلي الدين سامع على جنب والوطن للجميع. طيب أستاذ محمد شاهين, ما بتلاقي في نقمة وململة عند الشعب هلأ؟ مزبوط. طيب بكرة بس ينتخبوا, شو رح ينتخبوا؟ رح ينتخبوا ذات المشكل, تقريبا ذات الموجودين. من المشكل أنه الصحوة ظهرت عندما تفاقم المشاكل والمتطلبات الحياتية وزادت الطائفية إلى مذهبية. هون أدرك اللبناني المواطن اللبناني الصالح أنه لوين ماشيين نحن بهالبلد. هل نحن مفروض علينا كل 10 و15 20 سنة نعمل مذابح بيناتنا كلياته كرامة السياد السياسي في لبنان؟ طيب أنا هون ما عم باخد حملة على الطبقة السياسية, بس بقول لك دهاء السياسيين أو أقطاب السياسي كمان بتضغط على المواطن وبتحول له يعني أفكاره وقت اللي بده يروح يقترع. يعني من هلأ لستة أيار بدك تشوف مواقف يعني يمكن هذه تحط الغرائز. طيب هاي تستنفر. طيب ما بعرف شو. نحن استبشرنا بالإصلاح والقضاء على الفساد. نعم. اوكي. طيب ما يتفضلوا يومين. طيب ما صلنا سنتين يتفضلوا يعطونا قوانين غير مفصلة لقياسات معينة, يعطونا قوانين وطنية تجمع اللبناني مع أقول لبناني. طيب اليوم اللي بقول لك انه لبنان كل عمره هيك طائفي هو غلطان. لبنان ما كان مش كل عمره طائفي. نعم. لو حتى لو كان ببعض الأوقات, ولكن ما كانت تاخذ المنحة الحاد اللي هي في بالستينيات والسبعينيات. طيب انا بدي اسال سؤال. نعم. بامريكا والدول كلياتها هل هي دين واحد؟ ما في اديان متعدده ومعتقدات مختلفه. بس هون وقت بتيجي عم تعمل مثلا بلبنان بس تجيب لهم سيره مثلا لا مركزيه الاداريه, بتقوم الله الدنيا هودي ما بعرف اللي عم بيطالبوا فيها تقسيميين. اذا بتجيب سيره. طيب الفدرالي الاداريه مش. طيب. السياسيه. طيب. كمان بيقولوا ليكو هول مسيحيه. طيب. خونه وما. طيب. بعرف. خلينا نجيب سيره لبنان دائره واحده بمعادله الناخبين, بمعادله هيئه ناخبه
تعادل بين المسيحيين والمسلمين بينتخبوا مجلس النواب. نعم. وشوف لبنان من أول سنة إلى مدة المجلس النيابي اللي حيكون على هالأساس، شوف كيف بصير لبنان كله 10,400 كيلو. كيف تقضي على الفساد يا أخي؟ اليوم أنت إذا بدك تحاسب وزير ولا مدير ولا الذي هو، ها، على مين بده يحاسبه؟ عائلته. أو إذا بدك تحاسبه بدك تاخد الغطاء الطائفي، لا، أو بدك بكون عم تحاسب الطائفة كلها. نعم، عم تحاكمها للطائفة. طيب إذا أخذنا موضوع الكهرباء، يعني حضرتك تعرف في كنا نحن بأستراليا في حدا لبناني مغترب بيقول أنا بيجي على لبنان بعمل لك صفر نفايات وأنتاج كهرباء، إذا مش كل الكهرباء ثلاثة أرباعها. طيب اليوم إذا في رؤية من الخارج أو من الداخل حتى بيقول لك أنا بأخذ النفايات بعملهم شاربون، بعملهم فحم حجري، بعملهم ما بعرف شو، ليش اليوم معضلة الكهرباء رح تستمر؟ ما هذا جزء عندما يكون الفساد مستشري بتلاقي وين ما رحت بتلاقيه موجود قدامك، إن كان بالكهرباء إن كان بالنفايات إن كان ما تأخذ بالكلمة شركات المساهمة النفايات، يعني شركات المساهمة، ها، بكل مكان الفساد مستشري. لذلك والغريب من بالأمر أنه السادة المسؤولين عن الدولة يعترفوا بالفساد، عم يشكوا. إيه طيب، طيب خلونا نحلها، ولكن كيف بتحلها إذا كان النظام طائفي كل واحد محتمي بطائفته؟ طب شو قصة النفايات يعني؟ النفايات طب يا أخي أنا بدي أسألك سؤال، بقوله لبنان صغير ما في مسافات ليه. طيب مونتي كارلو أصغر شيء، اوكي، ليه ما عنده مشكله نفايات؟ ولا هن هنيك ما بياكلوا نحن بناكل؟ هلا لو النفايات يعني يريدوا ينهوها انتهت من زمان، انتهت من زمان وما كنا وصلنا لهون. اي بلد ما في نفايات، ولكن لا، ما شفنا بلد هولندا مستعده تشتري من لبنان، النرويج مستعده تشتري نفايات. طيب ياخذوا قرار، ياخذوا مثل الكهرباء. هلا مشكله الكهرباء، اوكي، تعرف انه يعني اللبنانيين عملوا عشرات مصانع الكهرباء حوالينا، اوكي، في دول الخليج وهن موجودين هون، وانا على ثقه اذا بيطلبوا منهم انه تعا حلوا لنا مشكله الكهرباء بقولوا لها للدوله ما بدنا منك شيء تركينا نشتغل، صدق، وهن اثنين ثلاثه ممكن يحلوا الموضوع. ما بدي اذكر اسامي بس يعني معروفين ب بأهميتهم، اشتغلوا بالخليج واشتغلوا بسوريا، اشتغلوا بعدة مطارات وعملوا مصانع ضخمة، مش يعني شيء بسيط. نعم، بي او تي اعطيهم بي او تي. طيب حاجة هالاستنزاف للكهرباء، الاوتوستراد ما عم يعملوه بي او تي من الكازينو لبنان لبيروت، بدك اياهم يعملوا كهرباء بي او تي؟ طيب ليه ما بيعملوه؟ لانه في مصالح. كيف تقضي على المصالح؟ عندما يصبح المسؤول يحاسب من الشعب اللبناني وليس من طائفته وليس من مذهبه وليس من عائلته. طيب استاذ محمد شاهين، بدنا ناخذ فاصل اعلاني وندخل على مشاكل المنطقه المحيطه بلبنان، والحمد لله بعد في استقرار بلبنان. مشاهدينا الكرام، عودوا معنا بعد هذا الفاصل. جديد، اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. استاذ محمد شاهين، نرحب فيك مره ثانيه. بدنا ندخل على المنطقه، ولكن كنت عم نحكي عن يعني حضرتك توصف القانون الانتخابي بقانون أرثوذكسي، ويمكن توصل للأوليغارشي، يعني كل حدا بده يتحكم بال، ولكن هذا لبنان وهذا الحال، يعني ما قدروا وصلوا بعد 10 سنين أو بعد من الستين لهلأ لقانون ممكن يقرب للمثالية. إلا هذا المرض الوطني، لأنه تصور أنت، طب هذا الموجود، تصور أنت أنه قانون يعيد بيروت إلى أيام الحرب. لا بس ما في حيطان، ما في، اسمح لي، ما في جدران، الأحزاب متداخلة كمان. اسمح لي بس، إنك تقسم بيروت شرقية وتعيدها على غربية، فهذا شيء مؤسف من بعد كل هالتطور اللي تطوره العالم. يا أخي بيروت كل هيتها ما بتطلع شارع من شوارع الدول الكبرى، أوكي، بتقسمها هيك. طيب أنا كمواطن ليش ما إلي حق أنا شوف إنسان ذات أخلاقية ووطنية صادقة وروح رجعنا للديمغرافيا؟ إن ما قلنا الحل تبعه هيك. طيب بس ما قلنا هلا لقوا هيدا الحل آنيا، يعني
طيب ما لأنه الحل غير صحيح، الحل جاء جاء للتقاسم، وبرهانا على ذلك أنه جاء من يريد أن يعدل فيه من بعد ما هو اللي صنعه. ماشي الحال، هذا اللي صار. مع طيب. تحياتي لإله. طيب اليوم إذا بدنا ننتقل على المنطقة، ورح ننتقل إنمائيا بعدين سياسيا. يعني نحن عندنا كهرباء بتنقطع بسوريا، الحرب صار لها من 2011 لحديت الآن وما انقطعت الكهرباء. اليوم عم يعملوا حل بسوريا، ولكن وزير الخارجية الفرنسي زاد كلمة من 3 أيام بيقول مرحلة قاتمة سوداوية، وبلشنا نشوف قصف زيادة، منطقة بدو يشيلوا منها ناس لينقلون لمطرح تاني، منطقة فيها متنازع عليها إقليميا. نعم. والكرد خايفين يطلعوا يعني ورقة تفاوض محروقة. شو عم بصير بسوريا؟ لما يصير أوكي اطلع أنت قبل ما نقول شو اللي عم يصير، كتير مقاسي وإجرام أوكي أكتر من هيك طيب ودمار، ولكن من المستفيد؟ إسرائيل. إذا اللي عم يعمل هالشي يعمل لغير يعمل لإسرائيل، يعني اللي عم يعني ينشط هالدمار هيدا، اللي عم ينشط هالدمار هيدا يعني معناته عم يخدم اسرائيل. طيب من حيث لا يدري ان كان يدري او لا يدري. طيب لا ما هي هي ليش نحن دائما بالمنطقه بنكون وقود للعبه، يعني تبقى قاعد جوا مش شايف شو في هيك، اذا بتطلع لبرا بتشوفها. الطمع في المراكز، يعني هلا شويه تضحيه عده مؤتمرات، شويه تنازل تواضع، شوي عدة مؤتمرات صارت لإصلاح أنه الحل أن يكون سياسي، ولكن كانوا دائما ترتفع يفاوضوا على النار والحرب. أيوة. طيب اليوم روسيا طلبت اجتماع لمجلس الأمن الدولي، ولكن طلبته حياديا، بالوقت اللي هي امبارح وضعت فيتو على مشروع قانون بيخلي أنه إيران ما تكمل تسليح مثلا فريق من الأفرقاء باليمن. روسيا هل تستطيع أن تلعب دورا ما بسوريا لتخفيف من وطئة الحرب ويعني إنهاء هذا المخطط الحاصل بسوريا؟ هو الواقع في سوريا أو من يعمل في سوريا ما فيك تشكر واحد وتذم الثاني وتسب الثالث، فبالنسبة إننا نحن نشتكي من الجميع. نعم. ونرى إنه الجميع يعملون لصالح مش لصالح كل واحد عنده أجندة. أيوة. والمستفيد مثل ما بقولوا قد فازر تبع هالقصة هو إسرائيل، هو العدو الإسرائيل. يعني نحن ننفذ ما تريده إسرائيل بأيدينا، ليش لهي تخسر تعمل حرب وتجي يقتلها شي 10 أشخاص جنود؟ لا، نحن بدنا نقتل بعض. شو السبب؟ الطمع وعدم التنازلات وعدم التفاهمات. مهما كان يا أخي وينه الإنسان يتنازل؟ هي بلشت حقوق ومطالب، بعدين تعسكرت، بعدين صار يدخل كل شيء في إرهابيين من الخارج. نحن ما بدنا ندخل في خواطر بعض الأطراف نيات. الأطراف اللي هن عم يتعاملوا مع سوريا، ولكن نقول للجميع أنه لا نستطيع شكر أحد من تواجد في سوريا، واللي عزز وسعر النار، لأنه النتيجة هي لمصلحة إسرائيل. نعم. إن كان يعرف يدري أو لا يدري فهو ينفذوا جميعهم عم ينفذوا ما تطمح له إسرائيل. نعم. شو بهم إسرائيل غير أن تدمر سوريا؟ في بؤرة تانية كمان يعني فيها دماء وبؤرة ساخنة وسوداوية، هي باليمن اللي هي الحديقة الخلفية للمملكة العربية السعودية. طيب اليوم السعوديون أو المملكة أو القيادة السعودية ما كانت منتبهة أنه في ناس يعني ممكن يكونوا مع شعارين بالظلمية، شعارين بالظلم، ولاقوا يمكن إيران مدت لهم إيدها كمساعدات أو شيء، برموا يعني برموا بسياستهم، وصار في خطأ معين بالتقدير السعودي لما يجري حولها. بدي تسمح لي اللي بيعرف تاريخ العلاقات اليمنية السعودية بيكون في خلاف ما أنت عم تفعل. نعم فضل حضرتك حضرتك يعني السعودية كانت تعتبر مساعداتها لليمن أكثر من واجب. نعم. إقامة المستشفيات،
وإقامة المدارس والشوارع والمعونات والمساعدات إلى أقصى الحدود. ولكن ترجع أنه لما جارك أوكي بصير أنه عنده أطماع وبيدخل بعائلتك، شو بتعمل؟ طيب شو اللي صار؟ هلأ تعتبر اليمن عائلة الخلفية أو السند الخلفي أو الجار الخلفي للسعودية، والسعودية يعني كانت من ميزانياتها مبالغ كبيرة لمساعدة الدولة. طيب كيف نجحت إيران بهالدفر الصوار؟ لا لك ليه؟ لأنه من عادة الحكومة السعودية أو المملكة السعودية بتساعد الدولة، بتساعد الشرعية، بتساعد نمو المجتمع، ما بتساعد أفراد ليقتتلوا مع بعض. جاء من يفسد بين أبناء الشعب الواحد ودخلت الأيادي الأجنبية. وهيدا كلياتها خطة استنزاف ترعاها الصهيونية العالمية، عم تستنزف. هلأ خد دول الخليج تستنزف، إن كانت إيران تستنزف، استنزفت في سوريا واستنزفت في 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 اليمن واستنزفت. وأنا من يعني الإنسان الواعي، نعم أنا الإنسان الواعي بقول لك يا عمي أنت جارتنا، خلينا نتفاهم نحن وياك، خلينا حسن الجوار. وهذا دائما من مطلب دول الخليج. ما جربت دولة خليجية تعتدي على على على, على على أحد من أو تتدخل في شؤون أي دولة أخرى، بتقدم مساعدات للشرعية مثل عنا بلبنان. إذا بترجع لتاريخ العلاقات اللبنانية السعودية بصرف النظر عن بإضافة إلى العلاقات التاريخية الإنسانية والاجتماعية، وبتلاقي المساعدات اللي قدمت للبنان من المملكة السعودية مليارات فاقت الخمسين. عم طلي من ما بدي من الخمسين، ناخد من السبعينات وجاي. لا أنه هناك 54 لوقت الرئيس كمي شامون أول رئيس زارة ونزلت طائرته على الرمل، يعني مطارات يعني بعضها. مساندة لبنان ماليا، مساندته اقتصاديا، دوليا، اجتماعيا. الدولة بحرب 2006 قليل شو قدمت من مساعدات. كنا نحن نشوف يا أخي صدقني المساعدات الشعبية أكثر شعورهم مع لبنان أكثر منا نحن. كنا يعني نفرح باللي عم يصير. طيب اليوم بالداخل السعودي قبل ما نحكي عن قطر، صار في يعني حركة معينة، ما بعرف شو بدنا نسميها، حركة محاسبة، حركة إصلاح، حركة شو اللي صار؟ هل شو. كل ما بده تتغير قيادة سعودية بده يصير في شيء من النوع؟ لا أبدا. السعودية شو اللي صار؟ بالسعودية ما في هيك. شو اللي صار هلا؟ أنا بقول لك نحب يعني نوضح للمشاهد، أعطيك هيك فكرة. قمة الرقي، قمة الرقي في العدالة تطبق الآن في السعودية. ستصور كيف تأتي سمو العدالة، كيف يظهر؟ عندما تحاسب نفسك قبل غيرك، عندما تحاسب ابنك قبل ابن، عندما تحاسب خيك قبل جارك. ومن هنا بتشوف هالمثالية الراقية. شو صار مظبوط؟ هالمثالية الراقية اللي تقوم فيها السعودية، ويا ريت يصير عنا محاسبة. برافو برافو عليهم، عم يحاسبوا انه يا اخي في شيء مش صحيح حاصل من افراد، يجب المحاسبة. مش انه عم بكسروا جوانح كل اولاد عمه لولي العهد او لا يبقى هو وعائلته، ام انه فعلا مثل ما عم تحكي في انه في فوائد؟ لو كان بدي اختصر هذه، لو كان في تكسير جوانح بنطلع على وبهالمثالية بهالأخلاقية هيدي، بارك الله بهيك تكسير جوانح. لو كان بدولة تانية في تكسير جوانح، وين كانوا اللي عم يكسر جوانحهم؟ وين كانوا صاروا؟ حدا بيعرف وينهم؟ طيب هل الدول اللي بنعرفها هيدي نقطة. إذا خلينا نشيلها هيدي منا ويردة. ولكن هناك هيئة أقام الملك عبد الله، أسس الملك عبد الله، اسمها نزاهة. تبحث في قضية الفساد، ويا ريت تطبق عنا هون. أوكي. نتيجة هالشي درسوا ملفات ومراجعات وتدقيق وهيدا، إلى أن وصلوا هلأ قدموا له هالملفات للملك سلمان. الملك سلمان قال لهم ما عنا مانع، منجيب الأخوان كل واحد
يجاوب ويدافع عن نفسه. اللي بريء مشوه، واللي منه بريء بتتفاهموا معه، ما بده الشرع حاضر، خلي يحكم بين بيننا وبينه الشرع. نعم. اوكي. شوف مرة يعني اوكي. مثلا ناخذ مثل وليد بن طلال، شو صار معه مثلا؟ كيف رجع مثلا لامور؟ هيدي يعني كيف ما بنعرف كيف الآلية اللي بيتعاطوا فيها يعني. الآلية هي رقي في العدالة. مثالية في العدالة. عدل أساس الملوك. عم يحاسب أهله بالأول قبل ما يحاسب الغريب. نعم. إن كان الأمير وليد أو إن كان غيره، فكله بالشرع بيكون متساوي. بالماضي في بالتاريخ، إذا بترجع لتاريخ السعودية بتلاقي إنه الملك عبد العزيز في أحد هذا احتكم لقاضي الشرع. اي نعم. فهيدي يعني وبالزمان الملك فيصل الله يرحمه ما في كان حديث بينه وبين هذا، قال له انت هتقبل تروح بالشرع؟ قال له ليش، فيصل اكبر من الشرع؟ يعني في يعني ما في خوف مثل ما بيقولوا انه ممكن يكون في نقمة او ما بعرف شو بعدين ناطرينه على لا 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 بالعكس حاجة. بالعكس وبتلاقيها على مستوى المهم العدالة. نعم. المهم ارساء العدالة. وهيدي فكرة انه تظبيطات سياسية يا مرحبا بهيك تظبيطات يا اخي. لو كان بغير دولة وفي تظبيطات سياسية كانوا تقاسموا كل شيء. لا شو تقاسموا؟ كانوا ما نعرفوا وينه. نعم. طيب الآن في نهضة بالسعودية، يعني عم تجرب المرأة ترجع تلعب دورة، بدهم يعملوا دار أوبرا، يعني ليش هالطفرة بهالسنة خلال سنة؟ ما هيدي بسموها ثورة من فوق. نعم. يعني الأمير محمد ولي العهد. نعم. أوكي. يعني طبعا هذا شيء منيح بس انه عم يصير بشكل رجل عن آفاقه يعني عنده عصرية وبعد نظر وحكمة. نعم. لا امتين هلا لا امتين بده يتاخر الاصلاح والتطور والهذا، فبدا بثوره ثقافيه اجتماعيه ماليه. نعم. اقتصاديه، يعني هيدي الرؤيه ماشي وماشي وبدات. نعم. وبدات عقود عم توقع. نعم. حتى يعني بالنسبه للمراه وغير، يعني قبل بالخمسينيات كانت مثل ما هلا عم يعمل، يعني وقت عم يرجع على تاريخ العرب الاصيل. نعم. انه المراه لها دورها الاول. نعم. استاذ محمد شاهين رئيس مجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكه العربيه السعوديه ونائب رئيس الجامعه الثقافيه اللبنانيه بالعالم، نحن بنشكرك من تلفزيون. انا بشكرك والله يعطيكم العافيه. وكان بدنا نحكي كلمتين عن تلفزيون لبنان. يا تفضل. بدنا نكون هالتلفزيون في مقدمه التلفزيونات قريبا ان شاء الله. التلفزيون الوطني البعيد، التلفزيون العام اللي هو لكل الناس، المصالح الخاصة. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد شاهين. يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام نشكركم ودمتم بخير.